بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم. السول في الاول اي بيانفوني سور لا شين ميليسا كاهينه، اللي ان شاء الله مع لي سالاد. كما قلت لكم هاد اليامات رانا غير مع لي سالاد، واليوم ان شاء الله حندير جو بارطاجي معكم سالاد بوم دو تيغ ولا سلطه تاع البطاطا، اللي هي سهله محبوبه الناس في سورتو في فصل الصيف. كما راكم تشوفوا هنا عندي دي بوم دو تيغ، عندي هنا زوج حبات كبار قطعتهم هكذا اون بيتي دي، ودرت معاهم دو كاروت ولا زوج حبات زروديه الجزر، وخليتهم فورتهم شويه ملح، غليت زوج حبات بيض، ونبداو نخدمو العصاله تاعنا اللي هي سهله سهله. الي تري ريش، الي تري بون. نبداو بسم الله. الوغ الحاجه الاولى راح نحطو بيان سور، انا عندي هنا لا فينيغريت اللي خدمتها معاكم بلوزيغ فوا، صوص فينيغريت. نحط لكم الرابط تاعها، انا نخدمها في البيت وعليك. اليوم خدرت لها يعني لا مايونيز، ودرت لها كيما خدمت معاكم، ما كان حتى فرق. وشنو هو هنا، درت لها لا مايونيز بكميه كبيره. علاش؟ لانه سلطه البطاطا تحب لا مايونيز. الوغ نحط عليهم كميه لاباس بها تاع لا مايونيز، حوالي 2 كويير. هاد لا سالاد تحب لا مايونيز، والمايونيز خدمناه كيف كيف في البيت، خدمناه بليزيوغ فوا، وحطيت لكم الرابط بليزيوغ فوا، ونزيد نحط لكم الرابط لانه ما كاش كيما لا مايونيز المخدومه في الدار. الوغ نحط هكذا شويه تاع فلفل الكحل ولا فلفل ابيض، بافر نوار ولا بافر بلون. عندي هنا كميه تاع المعدنوس، تقدروا ديروا معدنوس ولا تقدروا ديروا الحشيش، انا هنا درت المعدنوس هكذا. ونخلط هاد الفينيغريت مع المايونيز كما شفتو، و لو بيرسيل. هذه هي لاصوص اللي تعطيني يعني اون تري بون سالاد. ناكد ونعاود انه لا فينيغريت هذه خدمتها معاكم، لكن برك درت يعني كميه تاع لا مايونيز مليحه فيها، باش يعني لا سالاد تاعنا تجينا تري بون، لانه لا سالاد بوم دو تيغ تجي تحب لا مايونيز. الوغ دركا نزيد نحط هاد البطاطا اللي قلت لكم قطعتها كاري ولا اون دي، وفورتها وفورت معها لا كاروت. نزيد نحط عليها لا كاروت او زروديه والجزر. عندي هنا كميه تاع انونيون صغير، بصل صغير قطعته اون دومي سيركل هكا. نزيد نحط معاهم المايس ولا الذره هكذا. فوالا هنا بيان سور البطاطا درت لها الملح، دونك كي فورتها حطيت لها الملح. هنا بزالي اجوستي لو سيل، دونك تزيدو على حساب الذوق تاعكم. وهاي ليك لا سالاد تاعي واجده في 5 دقائق. هي تحب التحضير المسبق، يعني تفوروا الخضره تاعكم البطاطا الزروديه والبيض، وتخلوهم يبردوا باش لما نخدموا هذه العمليه صدير ما تكسرناش البطاطا. يعني البطاطا تاعكم ماذا بكم تفوروها وتخلوها تبرد، وكي تفوروها يعني ما تخلوهاش تتهرس، يعني تكون شاده روحها شويه. تحطوها في الفريجيدير تبرد مليح، من بعد لا سيزونمون يبقى هو الاخير، باش كيما راكم تشوفوا ما تتهرسليش البطاطا. هاي ليك تقعد لي هنايا لا طومات، وتقعد لي لي زو دور ولا البيض المغلي، ويقعد لي طون. راح نزيدو هادو المواد كامل في الاخر، لكن باش تجيني بنينه نحط لها شويه تاع الطون هنا، ونزيد لها فلافل. فوالا تجي تري تري بون، تري سافوروز. الي ريش هاد لا سالاد، فيها بزاف الفوائد وخفيفه، اي سورتو يعني تنحي على الخاطر في السخانه، هذا واش يليق. انا نحب هاد لا سالاد في الصيف، يعني تقدروا تاكلوها وحدها كوم سالاد، تقدروا بوفي لا كومباني مع لي غرياد ولا اي حاجه يعني اللي حبيتو تقدموها، ولا حتى يعني وحدها تقدروا تزيدوا لها مربعات تاع الفروماج، تقطعوا فروماج يكون يعني دو كاليتي ولا مع شويه كامونبير ولا، المهم كل واحد يذوق تاعو. هذه هي سلطه البطاطا. انا نحب نزيد لها شويه تاع اوراق الخس ولا دو لا ليتو، على باليش نحبها هكذا، يعني نحبها تكون اون فري سالاد. نتوما تقدروا تزيدوا هاد الخطوه، وتقدروا ما تزيدوش كيما حبيتو.
وسلطه تاعنا سلطه بوم دو تيغ ولا سلطه البطاطا، هاي لك راهي وجده كيما راكو تشوفوا. من اربع ما يكون انا زدت لها شويه تاع البيتراف بور كاسي لي كولور يعني، ومليحه لنا لي فيتامين. هذه هي الاكله الصيفيه المحبوبه اللي ما نقدروش نستغنوا عليها يعني، راهي بسيطه الي تري ريش اون بلوس الي تري بون كونسيستانت يعني، واحد كي ياكلها يشبع. اكيد نرفقها مع شويه كسره شويه فلفل مقلي، هذه حاجه باينه لابد منها. هادو ما يعني الاكلات الصيفيه اللي نحبوهم. نقولكم تهلاو في روحتكم يا رابروش ان شاء الله. ميليسات وسلام.